بدعوة من رابطة مسيحي المشرق في الأردن، ألقى الدكتور حيدر هلسي محاضرة في قاعة جمعية الحصن التعاونية بعمان، وكانت بعنوان المسيحيون العرب في جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام. وأكد الدكتور هلسي في محاضرته التي شهدها عدد من المهتمين بالشأن التاريخي بأن المسيحية دخلت إلى شبه جزيرة العرب حوالي القرن الرابع الميلادي، وأن تلاميذ السيد المسيح هم أول من بشروا بالديانة المسيحية في الجزيرة العربية، وساعدوا أهل المنطقة في نهضتهم الاقتصادية والاجتماعية وتمازجوا في ثقافتهم. وقد اعتنق قسم كبير من السكان الديانة المسيحية، فأقيمت الكنائس والأديرة في مختلف الأمصار، كما كان للمسيحيين ولا زال دور بارز في نهضة الأمة العربية في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.